بالحب والذكريات والأشواق يعود المطرب البحريني خالد الشيخ للغناء من جديد في ليلة تكريمية ضمن مهرجان البحر الأحمر السينمائي بمدينة جدة. جمهور كبير حضر لمشاهدة الفيلم الوثائقي القصير خالد الشيخ بين أشواك الفن والسياسة اللي أنتجته شركة ثمانية، وسرد الفيلم رحلة الفنان البحريني المعروف بخروجه عن المألوف في الوسط الفني. شعل الناس مني أشواك ملعب في المكناس كانت لها ضجة حلوة لأن خالد ما قلد أحد. أشعر بأنه هو مش تكريم، هو يعني مولد آخر. هذه الليلة من الليالي اللي أحيتني، فأنا اليوم أسجل فيها حبي واعتزازي لمن بعثني هذه الليلة. ليلة طربية تألق فيها المطرب البحريني رفقة ابنته سماوة بعد أن قدم مجموعة من الأغاني اللي أعادت ذاكرته للوراء. لأخبار 24، علي بن حاجب، جدة.